ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا الفيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال المفروض اللي احنا نعمل شخصيه فينوم بلعبه روبلوكس وهندخل بعديها ماب البيوت ونشوف هل فعلا هيعرفوا الشخصيه دي ولا لا. يا رب احنا بس الاول نعرف نعملها عشان الشخصيه شبه صعبه شويه، ولكن هنحاول ان احنا نعملها باذن الله النهارده. قبل ما نبدا مقطع النهارده انزل حالا حط لايك جامد جدا واشترك في القناه وليتس جو. اول حاجه يا ابطال هنعملها هنجيب، عايزين اللي هو البادي الكامل ده اللي اسمه سوبر هيرو بالظبط كده، المفروض اللي هو ده يكون شكلنا في البدايه عشان فينوم شكله معضل وقوي شويه. المفروض دلوقتي يا ابطال جه الوقت اللي احنا المفروض نشتري تيشيرت اللي هو فينوم، تمام؟ بصراحه يا ابطال قدامي تيشيرتات كتيره جدا زي ما انتم شايفين، انا هعرض قدامكم التيشيرتات الحلوه، تمام؟ المفروض لا ده نفسه هو، لا ده طبعا بعيد خالص عن فينوم، تمام؟ اما الاثنين دول يعتبر شبه بعضيهم، تمام؟ يعني بحاول ابطال اجيب حاجه تكون مجسمه ويكون شكلها جامد. انا شايف قدامي بصراحه ابطال تيشيرتات كتير قوي الفينوم، وبحاول ان انا اعمله بطريقه واقعيه. او ماي جاد لقيت ده، تمام؟ ولكن خلونا ننزل كده شويه وندور شويه. حاليا يا ابطال انا مش لاقي، يعني بجد بجد ده انسب حاجه قدامي لحد دلوقتي، مش لاقي انسب من ده، فيلا بينا نشتريه. طبعا حان الوقت اللي احنا دلوقتي يا ابطال نروح على البنتس، تمام؟ اللي هي الشورت، تمام؟ عشان لازم طبعا نجيب له شورت كده يكون حلو يكون لايق عشان يليق مع الطقم كله. خلونا يا ابطال دلوقتي بحثنا. ايه ده؟ او ماي جاد، يعني واضح اللي جالي اول واحد وفعلا هو ده ابطال، واتوقع ان هو ده هيليق مع الثاني. خلونا يا ابطال نشتري حالا. دلوقتي يا ابطال هنخش دلوقتي حالا على الافاتار بتاعنا ونشوف بقى الشخصيه بتاعتنا هتبقى عامله ازاي اللي هي شخصيه فينوم، ونشوف مع بعضنا. متحمس جدا. او ماي جاد والله جامده. طبعا يا ابطال شخصيه فينوم معروف اللي هو لونه اسود، تمام؟ هنروح كده يا ابطال عند ادفانسد ونعمل عند الاول لونه اسود. حرفيا يا ابطال هيبقى من ارعب الشخصيات اللي انا اكون عملتها من بعد سونيك. او ماي جاد، ايه ده؟ والله بجد شخصيه مخيفه بجد. حان الوقت يا ابطال احنا ندخل على البادي، تمام؟ ونعمل اللي هي فين؟ ثانيه يا ابطال، ايوه سكيل سكيل، اتلخبطت بصراحه. نعمل دي يا ابطال 90 وكله هنا 100 ودي طبعا صفر. وزي ما انتم شايفين يا ابطال شكله بقى عامل ازاي، بقى ضخم اكتر وتحسه فعلا هو وحش شرير. طبعا يا ابطال بحثت عن ابتسامه شريره عشان تليق، تمام؟ ولكن الابتسامه دي اصلا معايا، تمام؟ ولكن لو قلت ابحث عنها عشان اوريها لكم، احنا قبل كده اشتريناها في سكن واستعملناها، عشان كده بقول لكم ان الحاجات دي بصراحه بتفيد. خلينا نروح يا ابطال عند الفيس، تمام؟ وندور لا لا مش هو ده، قبلها الفيس انت بتعمل ايه؟ هو ده يا ابطال اللي عند البادي، تمام؟ فين؟ ايوه شوفوا بقى ابطال يبقى شكله عامل ازاي. متحمس واكيد انتم متحمسين. يا سلام حلو قوي بقه، بس هو يعتبر اللي باين وهو ده المطلوب. المفروض يا ابطال انا بحثت على اللي هو الشبكه العنكبوتيه يا ابطال اللي هي بتكون تقريبا جايه من ظهره، تمام؟ ولكن لقيت ابطال غاليه جدا وانا مش لاقي غيرها وهي ب 2000 روبوكس. انا بصراحه مش عارف، خلينا ابطال ندوس يعني تيك اون، تمام؟ او نشوفها كده. او ماي جاد بصراحه بقى شكله جامد قوي. بقول لكم يا ابطال انا بفكر اشتريها بصراحه، وهي مش هتخسر معانا، ولكن مش 2000 روبوكس كتير عليها بصراحه. مش عارف هل اقدر اشتري السبايدر دي، انا عارف ان انا اقدر ولكن حاسس ان هي كتير عليها قوي. خلونا يا ابطال يعني هنسيبها على جنب ونشوف حاجه ثانيه. اديني يا ابطال بحثت وهنزل شويه، وعلى قد ما اقدر هحاول ادور على حاجه بردك ب 2000 روبوكس. انا مش عارف ال 2000 روبوكس دي يا جدعان هو سهله ولا ايه؟ والله يا جدعان ما سهله. خلونا يا ابطال ننزل ونشوف زياده ممكن يعني. بس ثانيه، مش الحاجه دي موجوده في ماب البيوت؟ انا بقول بصراحه يا ابطال بلاقي ال 2000 روبوكس وندخل نعملها جوه ماب البيوت، واوريكم يا ابطال دلوقتي بقى شكلها عامل ازاي. انا ما اظن ان كده كويس. خلونا يا ابطال ندخل دلوقتي حالا ماب البيوت ونستخبى في اي مكان على جنب قبل ما حد يشوفنا عشان تكون شخصيتنا تمام، ويلا بينا ندخل على الماب حالا. المفروض دلوقتي يا ابطال انا دخلت بسكن فينوم ماب البيوت، تمام؟ انا لازم دلوقتي استخبى. فين فين تستخبى فين يا بلال؟ ايوه انا مش عارف بصراحه يعني فين بقى الاماكن. اوه لا، واحد واحد واحد. لا يا بلال حاول تستخبى في اي مكان ما فيهوش اي حد خالص، تمام؟ تمام لحد دلوقتي هنا يا ابطال ما فيش اي حد. انا عايز اقف في مكان ما فيهوش حد بجد، تمام؟ ايوه هو ده المكان يا ابطال. خلينا بقى نغير بسرعه ونعمل يا ابطال اللي انا قلت لكم عليه اللي هي الشبكه العنكبوتيه اللي انا هوريها لكم هنا، تمام؟ انا تقريبا شفتها هنا، هو ده يا ابطال. متخيلين ان دي يا ابطال ب 2000 روبوكس؟ يا نهار ابيض. تمام خلونا بقى يا ابطال نبدا ونروح عند بيوت الاجانب ونسالهم هي مين الشخصيه دي، تمام؟ او ماي جاد، هلا والله. هلا والله ايه؟ هاي هاي، تمام. خلونا يا ابطال دلوقتي حالا، تمام، نسالهم ونقول لهم في الشات، تمام؟ نقول لهم ايه ده؟ هلا والله بطل ابطال علم فلسطين، هلا والله يا بطل حبيب قلبي حبيب قلبي.
تمام. خلينا نقول له مين الشخصيه دي يا بطل، بجد لو بطلت تعبت فيها والله، وكنت هدفع لك يعني 2000 روبوكس انتوا متخيلين، تمام. ولكن يعني الحمد لله بطل ليا يعني ايه جت سليمه وانا جت لي الفكره دي 2000 روبوكس كتير والله على حاجه زي كده، ولكن هي جامده الحمد لله، الحمد لله اللي هي موجوده في البيوت، تمام. خلينا بطل نكتب كده للشخص ده، لان الشخص ده اجنبي، يعني الشخص ده بطل اجنبي اللي هو ده، ده باين عليه اول اللي هو اجنبي وشاري الفيس وعامل ايه، كاتب ايه اسود، واضح انا حاسس اللي هو عارفه، ولكن لعبه روبلوكس مش عايزه تخليه يقول صح، انا حاسس والله حاسس. طب تعالى انت، طيب قولي لي سبايدر اسود، لا غلط، لا غلط، لا غلط، للاسف غلط، يعني عنكبوت اسود. انت قربت، هو قرب يا ابطال، ولكن هو مش عنكبوت. هقول له، احاول اسالها له، هو شخص بيحارب سبايدر مان. يا عم انت في ايه يا عم، شيل السلاح، شيل السلاح، انا اسف، انا اسف، خلاص. طب هو خلاص انا اسف، مع ان اول مره اشوف فينوم كده الصراحه، يعني فينوم مش بيخاف، فينوم بيشيلك ويرميك في اي حته يا باشا على طول. يا عم هدي هدي حالك، هدي الدنيا، هدي الدنيا، ما تموتنيش بعد اذن حبيب، خلاص يعني تمام، خلاص تمام حبيب، خلاص نزل ايدك قبل، نزل ايدك، نزل ايدك، مش عايز ينزل ايده والله، علق خلاص والله خلاص يا عم انت، قالوا يا جدع. طب ماشي يلا، خلينا بطل نروح بيوت تانية، واحد لسه حالا بيبني بيت، انا ما اعرفش ايه اللي مخليني معذب نفسي كده، تمام. هاي ماشي تمام، خلينا ندخل البيت كده، ما حدش يعمل لي بان، والنبي والنبي يا جدعان، انا بس داخل اسال، ايوه يعني ايه، من هي الشخصيه، والنبي ما تديني بالله، ما تديني بان بعد اذنك، ما تدينيش بان، انا بسالك سؤال يعني سؤال والله، بس سؤال، يا رب تجاوب، يا رب تجاوب، يا رب نفسي نفسي يعني ايه، ايه انت خايفه من ايه؟ طيب انت بردك مش عايزه ترد، يا رب يكون مزاجها عالي وترد بعد اذنك، ممكن ترد عليا، ممكن، ممكن اجابه، هلا والله حبيب قلبي، حبيبي غنشنش، هي بردك مش عايزه ترد، بتبص لي بنظرات غريبه، ايوه ايه ده، انا افهم من ده ايه يعني، بص بص لي نظرات اللي هو طب انا اعمل ايه دلوقتي، انا دلوقتي عايزك تجاوب عليا، يعني كتبت انجليزي اكتب لكم ايه، ما مش عارف الانجليزي انا، انا هكتب لكم بكل لغات عشان بن، خلاص والله اجري، اجري بسرعه 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 بسرعه، خلاص خلاص، يا نهار ابيض، حصل خير، حصل خير، تمام حصل خير، اديني بان عادي بقى، براحتك، مش هتجاوب على السؤال والله انت بنت مش لذيذه، ماشي خلاص حصل خير، اما حدش جاوب لحد دلوقتي، وما باين، باين كده الشخصيه صعبه والله، سو ايزي ده باين قوي يعني ان هي سهله، خلينا نروح عند البنت دي، السلام عليكم، هاي، هلا والله، يا اللي في البيت، مفيش حد نايم، طب حد ممكن يكون في الحمام عادي، ماشي خلاص، يا اللي في البيت يا ناس، طب بصوا بقى انا هطلع قنبله عشان الناس اللي في البيت بعد كده تحترمني وتعرف ان انا جاي في الوقت ده، تعالى فين الخزنه، تعالى انا اللي كنت لسه شايف الخزنه من هنا صح، ايوه تمام، يلا ليتس جو، هات يا عم الفلوس، بس انا فينهم شرير بقى دلوقتي، يلا عشان تبقى ايه، عشان تبقى تيجي البيت وتكلميني عادي، ايه ده مش لما تيجي اصلا قبل البيت، ماشي يلا بينا، يلا ابطال خليني كده نسال الراجل ده، طيب بقول لك ايه يا عمو، ايوه ممكن بس تقول لي الشخصيه دي ايه، بس واديك يا عم، اديك روبوكس، ايه رايك اهو، وهدي لك، انت ليه بتجري مني، ما تخافش مش هعورك والله ما هعورك، تعالى تعالى وهتكسب روبوكس معايا، يلا بقى انا بتحايل على الناس يا جدعان عشان تقول لي مين انا، يا الله يا الله والله، ما بالبيوت فيها حاجات غريبه قوي، المفروض انا اسالك انت ترد، ها عارف ولا لا، ها ايوه، طب اهو، طب استنى ابطال اديله اهو الروبوكس اما نشوف، تمام ما تخافش والله، انا عايزك تقول لنا مين، بس ايه ده، مين 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 اللي دخل، مين دخل، عربيه، عربيه بوليس، طيب ماشي تمام، خلونا كده ابطال، يعني واضح كده ان مفيش فايده، السيرفر ده مفيهوش فايده خالص، ومفيش حد كتب اسم فينوم بجد، مفيش غير واحد قال لي العنكبوت الاسود والعنكبوت الاسمر وايه ده يا جدعان، والله مش لاقي خالص الموضوع، واضح ان انا هطلع من السيرفر، لكن دول اخر ناس اسالهم، اخر ناس اسالهم واشوفهم هيجاوبوا صح ولا ايه، تمام لو جاوبوا يبقى تمام بصراحه خير وبركه، ولكن واضح ان هم مش عايزين يجاوبوا، وانا اطلع دلوقتي من السيرفر يا ابطال واخش سيرفر تاني، ودلوقتي يا ابطال دخلت في سيرفر تاني، واما نشوفه بردك اجانب، مفيش فايده، بس يا رب يكونوا الاجانب دول حلوين، انا اتمنى كده، السلام عليكم، هلا والله، شفتك شفتك، انت كنت هنا بتغسل حاجه بس انا مش عارف ادخل، بقول لك ايه ممكن تفتح بعد اذنك، تمام اهو،
ما قول لي ايه الشخصية دي؟ واد اسمه ايه؟ اتليتا؟ ده اسمك الحقيقي ولا ده اسم ايه ده؟ مش عارف. ما تقلقش والله انا مش هبوظ البيت ولا اي. او ماي جاد، ده فتح الدنيا ليا. ده كويس. ممكن تفتحته؟ ممكن تفتح يعني تفتح ليا؟ هو مش عايز يجاوب ليه؟ ايوه. واو، شكرا شكرا ليك حبيب. مفيش فايده، مفيش فايده في الناس دي ليه؟ انا مش فاهم يا عم انا عملت ايه دلوقتي. بص رجعني الاول فين يا الله. طب ايه، حد يعرف؟ حد يعرف يا جماعه؟ حد يعرف؟ انا متبنب من بيت حد. والله حد يعرف؟ ايوه ده باين عليه يعرف. ده واحد من الشرطه كده، من شرطه مبروك هافن. تمام. ايه بي ده؟ بطل الابطال. هلا والله، هلا والله. ايه ده؟ واحد بتقول ايام فروم يو. او ماي جاد. واحد بتقول انا من السبسكرايب اللي عندك. والله يا حبايبي، والله ثانك يو، اقسم بالله حبايبي يا جدعان والله. لكن انا دلوقتي عايز افهم حاجه، انا دلوقتي عايز بجد افهم حاجه. يعني مفيش حد عايز قول لي مين الشخصيه دي. يلا بلال قولوا لي مين الشخصية دي. عايز انا الفيديو. الفيديو مش هيخلص والله، هبكي. يا جدعان ماشي يلا. اهو مين الشخصية دي؟ انا جبت بالعربي وبالانجليزي، اعمل ايه تاني؟ او ماي جاد يا ابطال فينوم. اخيرا يا ابطال حد الفينوم. يا سلام يا جدع، حد يا جدع. ده انت تاخد كل اللي انت عايزه، ده انا اديك ال 2000 روبوكس اللي انا كنت. خد يلا روبوكس، وانت غشيتها منه، ولكن انتوا الاثنين خدوا روبوكس. والله حبايبي يا جدعان شكرا، اقسم بالله اقسم بالله ابطال عاش والله. ايه ده، هم كاتبين ايه؟ ماشي عاش، اقسم بالله والله عاش. شكرا شكرا جدا 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 والله. انا مش مصدق، انا فرحان والله اللي في حد قال لي يعني ان ده فينوم، والحمد لله اللي في حد عرفه، لان اقسم بالله هو بجد لاقي ان هو فينوم، يعني باين قوي ان هو فينوم. ولكن يعتبر بس كده فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، يا جيمنج اكسوي، سلام.